أليكس 2018. ممكن حضرتك بس تعرفنا نفسك؟ شكرا جدا على السؤال. ممكن حضرتك تقول لنا ايه رأيك في فيتاليس 2018؟ شيء رائع وجميل. كنت حابة أسأل حضرتك لو تكلمنا بس شوية عن طاقة البرزنتيشن بتاع حضرتك. طبعا البرزنتيشن لما كانت تتعلم ايه؟ مرض خلقي وقلب شاب سنة عبارة عن وصلة شريانية ما بين الشريان الأورطة والشريان الحلاوي، حجمه 28 ملي. طبعا أنا ممارستي في مرض القلب الخلقية وقراءتي في النت لم أرى وصلة شريانية بهذا الحجم. والمشكلة الرئيسية لهذه الشابة أن هي دخلت مرتين حجم العمليات وتخرج دون اي اجراء غلق هذه الوصله نتيجه لخوف الجراحين اللي كانوا عايزين يعملوها من الارتفاع الشديد للضغط الشرياني وكذلك من التكلس على هذه الوصله الشريانيه. فعندما حضرت هذه المريضه للعياده انا عاطفيا تعاطفت مع هذه وقررت ان انا اديها فرصه واخرج هذه الوصله عن طريق الاصدقاء. وقد قابلتني مشكله ان ما فيش جهاز هذا الحجم لغلق وصله شريانيه، فقررت قرار اخر ان انا اقفل هذه الوصله عن طريق الاسطره بواسطه جهاز خاص بثقب بين الاذنين حجمه 28 ملي. رغم خطورة هذا الموقف هذا جهاز مخصص لغلق الثقب بين الأذنين وكبر حجمه، فإذا فقد أثناء شغل هيعمل غلق الليل شغل الأورطة، هذه مشكلة كبيرة تسريع التدخل السريع. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا أكرمنا وقدرنا نقفل هذه الوصلة الشغلانية بهذا الحجم. وحتى بعد ما قفلناها دخلت على النت لم أرى وصلة شغلانية بهذا الحجم قفلت الجهاز عن طريق الأسطرة على مستوى الحجم. كانت هذه أول حالة بهذا الحجم جهاز غلق ثقب بين الأذنين بهذه الوصلة الشغلانية بهذا الحجم. طبعا بعد هذه الحالة قلت أنا بحب والدها، ليه أنت سبت أنت هذه الفترة الطويلة؟ فقال إن أنا دخلتها مرتين تطلع وتخش الفروع. فأنا بنصح طبعا يكون عندهم جرأة في التعامل مع هذه الحالات، ياخدوا قرار سليم، يحاولوا يساعدوا المريض بتاعهم قد وبالمناسبة في هذه النقطة احنا في عندنا في الزنازير انشأنا وحدة لعلاج امراض القلب الخلقية في الاطفال والكبار باسم القلب الخلقي في الزنازير. ومن الحاجة الجميلة جدا اللي احنا عملناها عملنا مسح للاطفال الصغار في المدارس من سن 4 الى 12 سنة عشان نشوف معدل انتشار الهيوم الخلقية في القلب. بنعمل ليها احصاء حاليا ومن الحاجات لها فعلا هنا في حالات كثيرة جدا وصلة شريانية وثقب بين الأذنين ثقب بين وضيق بشريان الأورطة. ومن أكثر الأمراض التي اكتشفناها عند هؤلاء الأطفال هي الوصلة الشريانية، وكان مشاكلها اللي هي سايلنت يعني ما بتكتشفش إن المريض بيبقى عايش ما عندوش أي مشكلة خالص إلا لما بيبقى ناقص ارتفاع في ضغط الشريان الرئوي. لما طالما ارتفاع ضغط الشريان الرئوي معليش فما عندوش مشكله. ومن ثم عملنا هذا البحث الميداني عملنا سكريننج للاطفال، اكتشفنا نسبه لا باس بها من الاطفال الصغيرين عندهم هذه الوصله الشريانيه. فانا بنصح الزملاء الكبار ان هم يعملوا ميتيكولوس اكزامينيشن يعني فحص دقيق جدا للاطفال، ولا يستهين باي شكوى بسيطه ولا يستهين باي حاجه بسيطه يسمعها على طفل، يعملوا مسح عن طريق الفحص المجرد فحص صوتيه
اللي ممكن تكتشف هذه الامراض البسيطة التي ممكن الرجاع للسبب تكون في منتهى البساطة أفضل من أنها بعد ما ارتفع الضغط الشرايين تدخل على الوقت في مشاكل أخرى.